دي النعيم اللي انت فيه خلاص ولعب اعمل لي شرلوك هولمز ايوه تتربى حرام عليك اخي الله يخليك يبعد لي حمى على شوفي هل هيك بده يضل الصباح شكريه لا تتداخلي بيني وبين ابني عنجد عمتي لا تتداخلي بيني وبين ابني شغلات خاصه فيه يعني ما في خلاص ولعب تحملته بما فيه كفايه ووصلت معي لهون من هون ورايح اورجيه العين الحمراء لك مفتكرين إذا تساهلت معهم إني ضعيف معلش أخي أنت جازي جازي يعني ما عنا مانع بس حرام يضل الصبح هون هي لا شكري يا خانو ما بيستاهل قليلة اللي عمله بأبوه إيه مو قليلة نعم نعم ستي إيوة أظهري وباني على حقيقتك معلوم خالة مرت أب الله يبليكي بغضب الرب شو رح يطلع معك غير هيك بس شكري يا راسي مو متحمل الآل والعين خلص بقى وانت يسرى لا تتداخلي بيني وبين اولادي ايه حاضر ابن عمي مثل ما بتريد الوه الوه على عمتك لك الوه الوه على عمتك يلي بشوفك بفكرك القط بياكل عشاكي وما بتقلي له بس لك بس شكري ايه خلص طبعا ايه لك وين راح نعم لك هلا وين بدنا ننام اي صحيح هلا وين بدنا ننام انت بدك تنام هون خلاص ايه ما تقولي وين من ننام؟ هون حطنا الجمال اهلبنا وين من ننام؟ مثل العادة أخي أبو حمدي بينام معك بالأوضة ونحنا مندبر حالنا هون ايه يسرى انتي بتنامي مع بنتك بأوضة صبحي وانتي أختي بتنامي محل ربحي وأبو حمدي بينام عندي وصبحي بينام هون بالصالون ها طقني أنا طقني انت تنام بغرفتك وعم تتنام بديك الغرفة وأنا هون متشرد على الكنباية عم تخدمونا كتير ها تقسيمك محله أخي بس حرام صبحي ليش ما ينام هو ومرته بتخته إيه هذا الكلام اللي بينسمع يا بلا بس شكري الله يوفقك خلينا نمضي هالليلة على خير فيقيل أبو حمدي وخليه يجي لعندي وأنا داخل نام
بالمناسبة بحذركم، ها اوعى حدا يقرب من ربحي او يفكه، يا بدي فك الرقبة شيته. لولو لولو يا هذا اللي اخذ عقلك يا حبيبي. شو هان يسلقوا بندك يا صهري على الشوفه؟ الحرق ربيتك من حالك نايم لك دب لك. لا فهي فهي شو نايم؟ ما شفت شو صار لك؟ بلا شفت شفت شفت. شو دخلت تعمل عند ابوك؟ لك شو بيعرفني حماتك هي، سألها شو بضرب بالمندل انا. شو رأيك نلعب عليهم؟ بدي ما عم يلعبوا عليك. شو استفدت من الكتابة انا؟ Thank you.
فيدي معلقة معلقة. شو عملت جوا؟ لك شو بيعرفني شو عملت جوا؟ بترجع بتسألي نفس السؤال سألتك يا لك يا حبيبي لازم نعرف شو عم تعمل جوا. ايه كان مع ورا اول ما فادي شفتهن شفتهن تعال نفوت نشوفهن. لك شو بنفوت نشوفهن؟ ما بصير لازم واحد منا يبقى هون. انا رح فكك معه الحيط واتركك تفوت تشوف شوف جوا وانا برايي بروضه هون. لا 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 لك يا اجدب يا اجدب يا اجدب زولا عفوا عم تستقب علي بقلبي ما بيسوى انا اترك محلي على ضعضع. فروض حدا طلع وما شافني. لك انا فروض حدا طلع وما شافني على الكنبه شو بصير؟ لك هي بسيطه عندك واحد من حلين يا اما بتحط مخدات محلك وبتغطيهم بدالك يا اما بتشطه الحمام وبتسكر الباب. شو بدي اشوف جوا؟ لك شو بيعرفني؟ لك شو بيعرفني؟ حبيبي روح شو دبر على الورا الورا خلاص الورا الورا خلاص فهمت امرينا يلا حبيبي يلا لا يا صبحي حبيبي شو حاطه بالحمام لك يا لك يا دب لك يا اجدع لا 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 لك لا لا كلكم ضدي بالبيت انت مين بربطك بالعضاضة؟ ما انتبهت لي لما ربطني ابي بالعضاضة؟ ما شفتك لاني كنت نايم. ايه قرب 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 عشان يزبط الفيلم قرب الله يخليك كرمالي عم ابو حمدي. نعم خير شوفي هي قربت. امان امان زق عمو الله يخليك تعفكني. شو بدي زق لزق؟ الله يرضى عليك ربحي ها لا طردني هيك ورطة اللي ربطك بفكك. لك مين في جوا؟ لك انا محشور كثير كثير خلص صدق هذا يا سيدي عم يدبروا مؤامرة. شو هي؟ قال بدهم يطلعونا بكره برات البيت ويطلعوا معنا هن برات البيت بس بدهم يرجعوا. فكر لك بشي خطه. على جسرني على جسرني صبحي يا روحي ربحي يا عيني ترى من حالك ربحي هلا وقت الاغاني خلاص شوي فكر لك بشي شغل حبيبي. تتآمر علينا قال إلا نشوف لأنت بدأت تتحمل طنط ربحي. لا مصيبة إنه مرت عمي ما حتحل عنه وعن هالبيت إلا بشغلة كبيرة وكل شي نحنا عم نعمله تمشايد حال. إيش وشايفني ما عفكر بس كل شي لوقت هلا خلينا ببكرة. أنا اللي خايف منه تعلم لولو علي بلا بلشت خياني
لك ربحي انا معك على الحلوه والمره، بس المهم حبيبي تضللوا يا رجل. بدنا نحكي. لا لا ما حكينا ولا كلمه. لك لا تخاف، اصلا لو طفشناها راح تخلي لولو خيط يربطها بالبيت. بس بتعرف شو، ان شاء الله يكون بكره ابو اياد المنجين فاتح بكير، لانه هو له عاده يمر على الفرع. يلا نام بقى، تصبح على خير. مو جايني نوم. لك يا اخي مالي مصدق ايه ما تيجي بكره مشان ننفذ الخطه. يا اخي نام هلا لانه بكره عنا شغل كتير. صبوح تعبتني الله يسترك، بدي فوت على الحمام. اي نام نام هلا نام، اجل الصباح ربح. ايه تصطفل ذنبك على جنبك، اذا اختنقت من الريحه مو ذنبي. على انت يا اخي على هالنوم اللي نامه هالصبي، لو تشوفوا شلون مقرفل سيكو متكوم كله على بعضه. انا ما قلت ما حدا يفكه، يعني ما صار الا كسرت كلمتي. طيب ابن عمي انا رايحه بريد شي. خليك يسرى استني انا هلا بوصلك. تقبضني معلش انا بروح لحالي، اليومين تاكل الاولاد غليان قلبي عليهم. يلا باي عزومتي. لولو جاهزه ماما؟ ايه جاهزه امي. يلا يلا. والله ما حدا بيقوم، استودعناكم. ضربي صد ما يرد ودربي روح ما يرجع. ايه اخي تقبرني اليوم نويت تنزل على الشغل؟ ان شاء الله. ايه اختي الحمد لله. ايه ابو حمدي قمنا نترافق مع بعضنا على الطريق. انا ماني مستعجل صبحي، روح انت هلا بيكون صانع عم ينظف المحل ويشطفوا. صانعك عم يشطف المحل ولا انت من خلصت اكل؟ ايه اخي بدكم اطبخ لكم شي اليوم؟ لا 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 اختي يسلموا ايديكي، لسه شرحات اللي عملناهم امبارح بحالهم حرام نكبهم. طيب لكان انا بخلص الجليات ولملمت البيت وبتيسر على بيتي. لا والله ما بتقيمي غرض بالبيت. ليك اعوذ بالله انا ليش اتجوزت؟ مشان تضلي تشتغلي انت؟ لا والله اختي فكري اوعى اوعى. ايه روح تضرب لك الجوازه، ليش انت حاسبها جوازه؟ ابو حمدي يلا خلصني، بدك توصلني بطريقه خلصني. ايه ابو حمدي قوم. ايه قوم الله يرضى عليك وصلها بطريقك. ها يلا انا خاطركم. قولي على حظك يا خيي. لايكن هون ما رحتوا على مدارسكن؟ منتظرينك بابا. يا حبيبي اللهم اجعله خير، شايف رجع الكورس. بدنا نعتذر منك بابا. يلا على مدارسكن بابا. يلا قدامي لشو يلا يلا يلا. ليش مفوتني سراء يعني؟ لك يا اخي ما تفضل عاد الاسئله، افصل اخي افصل، هلا انت منجد مو بالمخ. نحن حابين نعمله اياها مفاجأة للوالد. يا معقول يتجوز بهالفرنش؟ بقى مو الاحسن انه نغيره؟ هو شيء مو احسن احسن. ها؟ فرشكم لسا جديد ابو اياد. ايه لو علمك الهي لعيدي لي قلبي. يلا تاخرنا. ايه لك عملك جديد ولا لك تنباع بالعزل ان شاء الله. ربط الحمار بطرح ما بيقول لك صاحبه. ايه شو فرق معي انا؟ تصطف له هيك انتوا رايدين تصطف له. ها ايوه. ايه لك ابو اياد لوين رايح؟ لك بدي دادي لك للصناعيه مشان يشيل الفرش. شو انا؟ ايه كتر لي اياهم، لسا في فرش اتخذتها، بدي نجد البيت كله انا. كله؟ كله. ايه على عيني. الله حيو. لك عيدون؟ عيدون؟ لك عيدون ها؟ اهلنا بيامن بس عندي صباحك زكات عيونك، صرخي لعيدون من المحل. ايه لعيدون من المحل. عيدون طالع الشباب واطلع شيل الفرش معي اوام. لك لسا ما رجعت؟ تيريت تيريت اوعى.
عالدهان اوعى دهان. لك شوار شو جايين؟ ايه جايين بس جاي شو سيبه؟ ما انا بعز السيبه نحنا. هي مو لقيكم ابو اياد؟ قلنا ندهن البيت احنا. كنت دهن البيت؟ ايه بس الدهان لسا جديد يا رجل. لا اله الا الله. ابو اياد شو قصة؟ قلت لك لا بقى تسألني هالاسئله. انت هلا منجد مو مخبأ. اجوا اجوا. بابا يا عمتي حماتي خرب بيتك من حالك. ايمت اجيتوا؟ لا ما في حدا بالبيت. شو لك معلم؟ انا صبحي سبقتك جبتهم. انا اللي بجيبه. لك صبحي انا بس فكر ما حدا بفكر من بعدي. فتحي دخل الاعوام شباب. يلا اهلي يا عمي ابو اياد. انت ولا يهمك حطهم عندك شهرين ثلاثه المهم تسلمنا قطعه. ما في منا جوازه مو جنازه بنفرح بها ونرفع راسنا. من هالناحيه لا كلك فكري عمي صبحي. عمي ربحي انا فكري ناخذ شغله شغله منخلصها بنرجع بنرجعها بناخذ غيرها مشان تلاقوا شيء تناموا عليه. لك يا اخي خذهم كلهم نحن مدبر حالنا من نومي. وين رجعوا معتك هلا؟ ها ليكن اجوا. يلا يلا نفتحوا. يلا يلا شباب يلا واحد على شغله. يلا معلم يلا معلم استلم. يلا 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 رايك بالشغل عنا ابو اياد؟ تمام الله يعطيك العافيه. هامين اذا بساعه زمان هيك عملته شلون يعني؟ الله يوفقه. ليش هامين على ما قشوش ليش تستعجل؟ هاك بتفكون الجرايد هذول يا عمي صحي؟ بلا بفكون ابو مستو صاحبك تبع الجرايد خليه يمر عنا المسا مشان يفك لنا اياهم. الله يخليك. في عندي واحد صاحبي مطر بازي بيشتري هيك شغلات غرضه. كنت تبيعون هذول شيء؟ عندك ما بدنا نبيع شيء عمي. الله يعطيك العافيه. ساعه ما كنت تبيعون ساعه؟ ما بدنا نبيع شيء عمي ابو يعني امشي انا؟ الله معك. يلا سلام عليكم. موفقين ان شاء الله. يعطيك العافيه. موالي مع السلامه. دير بالك على حالك. اخرب بيتك كسر الكهربائي. لك ربعي كسروا الكهربائي. ها جوازي ها ابو اياد خير. الله يجعلك بخير. هيك يا منظوم هيك بتتجوز على هسي ما بتخبر حدا من الحارة. على الأقل اليوم بالواجب مبارك لك. واصلة واصلة أبو إياد. مين خبرك؟ العصفورة أبو صبحي. العصفورة يعني مين بيخبرني الأولاد؟ ليش لسه عم شوفك؟ ليكون عم تتآمر معهم مثل ما سبق وعملتها لما جيت على اساس انك طريق الدكتوره اللي كانت خطيبتي. صدقني اجبروني اجبروني وضغطوا علي وهددوني بجمال. بتقوم طوعني يا منظوم. ولك على الاقل احفظ كرامه الجيره. يا سيدي حقك علي واللي بدك اياه بيصير وانا تحت حقك. بس مشان الله يستر على عرضك لا تزعل مني. على كل إن انا احسن منك. روح الله يسامحك. يا اصيل كل عمرك اصيل يا ابو صبحي. يلا السلام عليكم. ان شاء الله الف مبروك. انتظرك. صحيح ابو صبحي مشان الاغراض بس تشوفهم وتقعد عليهم رح تدعي لي كثير. يلا سلام عليكم. لك تعال 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 اشوف انا اغراض. يا على عيونكم يا حب فاتحين باب الاسانسير. هذا انتوا اللي فاتحين باب الاسانسير وقاعدين عم تتسايروا. والله هلكت رجلي من طلعت الدرج بن عمي.
دخيلك لا تواخذينا يا خانو، اخذنا الحديث وانا عم احكي مع ابو صبحي وفاتح باب الاسانسير، لا تواخذيني. يلا السلام عليكم. يلا ليش اللي بيك ولا عظمي؟ بدك تقفيني، جيتي على الوقت تمام. صحيح ان شاء الله الف مبروك يا خانو. هلا السلام عليكم. لا ما شو لسه، هي ثالث مره. اهلي وسهلي. طمنت انه اختك شكريه راحت؟ اي طمنت قبل ما اجي لهون، دقيت لها تليفون على البيت وتاكدت انه هي هنيك. بس ما حدا يدق علينا، ما بتفتح عزومتي ها؟ لا ما بفتح ابدا ما بفتح. ولولو وينها؟ تركتها بالبيت وقلت لها برجع لك لانه عندي مشوار ضروري. ايه يسرا؟ نعم. هلا بتفوتي على البيت؟ ايه فوتي برجلك يمينها. امرك ابن عمي بتأمر امر انت. السلام عليكم. لك تعال شوفي هالشوفي. لعنة شو هالشوفي هاي؟ اهلين بابا. اهلين حماتي، انتبهوا تلوتوا حالكم ها؟ وهور يا ابو الهوارة دبرها وما لها دبارة، يا شباب نسوا البنات نوية بورقة السيارة. وهور يا ابو الهوارة دبرها وما لها دبارة، يا شباب رخصوا البنات نوية بورقة السيارة. هوارة هورتيني أخذت عقلي من طيني، هوارة هورتيني أخذت عقلي من طيني، جيب الموس اذبحيني. حبينا نعمل لك ياها مفاجأة بابا. ايه تضرب منك الو الو يا طش ويا فش ويا ربحي. وحبينا نعمل لك اياها مفاجأة كمان مرت عمي، قصدي خالتي مرت ابي. والله فوتينا بالحيط، قصدي حماتي مرت عمي خالتي مرت ابي. يعني وقلنا بابا مو حلوة تتجوز على فرش قديم هيك لك، يعني ما رح تبطلوا مقالب وفوق منك كذب. قلولي مين ورا هالقصة؟ كلنا بابا. يعني معترفين؟ ايه بابا. فيها شيء؟ كأنك زعلان بابا، يعني نحن كان قصدا فرحة. سامعة يسرا سامعة؟ قدي فرحوني ولك شو اعمل فيكن؟ ولك انتو قلولي قلولي شو اعمل فيكن؟ انتو اختاروا، انتو اختاروا نوع العقوبة. ولك انا عم بقول لحالي شو عم يحكي ابو اياد؟ رح تدعيلي يا ابو صبحي لما بشوفهم وتقعد عليهم. طيب هلا على شو بدنا نقعد؟ على شو بدنا نقعد؟ ولك اصلا في شيء نقعد عليه؟ بعد ما قلبت البيت فوقاني تحتاني وما خليتي ولا غرض وكمان نزعتوا الحيطان؟ لك شو اعمل؟ لك شو اعمل؟ انا رح طق رح جن عقلي ما بتحمل. لك بوس ايدك يا يسرا ليلي شو اعمل؟ طول بالك عزمي، طول بالك ابن عمي. تعال قلك تعال عود عود. عجبكن هيك؟ عجبكن؟ عود تقبرني حجيب لك كاسة مي انا. اخ منكم بس ومن عمايلكم شو عم تعملوا فينا؟ اخ بس زيك تقبرني. شراب شراب تقبرني. ايه هنيا يا بعد ما حطوا دابو بدابي عدت اتهنى بشي. طلعوا لبرا طلعوا لبرا يلا. هو ما قلنا بركي بابا حبيب قلبي ما بدو يانا نطلع. طلعوا لبرا، واذا حدا بيقرب على باب المطبخ ليتصندق بتعرفوا شو بدي اعمل فيه؟ بنعرف بابا، ما حنلوم الا حالنا وما حنعرف شو حيصير فينا. شايفة إشراء؟ شايفة الوقاحة هاي؟ طولة برا. والله شو نعمل؟ هل إجت الحزينة تفرح؟ ما لقيت للفرح مطرح. إلك عزمي خلينا نفوت الولاد على غرفة صبحي ونقفل عليهم وهيك ما بنخليهم ينزعوا فرحتنا. إيه شو عم تحكي إشراء؟ ما نزعوا وخلاص. مو شفتي بعينك؟ مو تركي لا فرشة لا طراحة لا مسند. ايه وشو عليه؟ منلحق نجيبه من عند المنجد. عزمي يلا ما بدأ تفكير. حضر هون. ايوه انت في معك شي تاني؟ ما معي شي. ها نبشني بابا. كمار عطت كمار؟ لا ما في كمار. وانت ما في وانت ايش لعب كمان اشلعب؟ يسلق. لك يسلق؟ يسلق بدنك الهي. دوروا يكون في شي تاني كمان. هذا كل شي معنا بابا. وهي ما خليت لهم شي ساعدهم، اخذت لهم التليفون كمان. بابا ليش؟ شو في؟ ايوه استغبوا استغبوا لكم. اوعى حدا يتحرك، خليكم مكانكم. ها
احميلي ظهري يسرى. امرك. لا تحرك، لا تحركوا. ها شرف سيد ربحي، هي قفلوا علينا الباب وحبسونا بالأوضة، شو بدنا نعمل هلا؟ روقنا شوي، روقنا صبحي. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا؟ فتحي قوم اطلع من بخش الباب، شوف لي شو عم سووا برا. يلا بابا راح ناح باب الفقاق، وملولو عم تحاكي الدهانة. تحكي مع الدهانة؟ بسيطة. بحي بحي شو عم تفكر؟ اوه في حيز صغير وصحيح صعب نمشي عليه، بس ننفذ منه لغرفة عزمي. عم تخرب بيتك من حالك، مجنون انت؟ ورجيني شو؟ لك حيز هلا قده، اي خطوة حركة هيك ولا بتسند من فوق لتحت بروح فطيس. شلونك رشاد؟ شو أخبارك؟ على فكرة استعدتي متزوج بس على الورق بس. روح على البين نسوان يا أخي، ربيتك من حالك. مجنون انت؟ في عندك حل تاني؟ استسلم، رفع الراية البيضة واستسلم، يعني شو المشكلة؟ انتصرت علينا هالمرة. لا انت شو صار معك تاني؟ لك ما تحكي شو صاير معك؟ ايه شو صاير معي؟ ما عم يصير معي شي، بس الدهانة عم يدب غراضهم. لك جيت الفكرة، تعال خبط غراض الغرفة كلها بركي بينزعجوا شوي. لك هالأم لولو مو أخذ التليفون، ما كان أحسن؟ دهانة عم يمشوا ناح باب صقاق ومعهم أم لولو. يلا أنت ويا اليوم عنا ندهن بسرعة، أوام عنا ناس اليوم جايين ببعث لكم خبر. تعال هون أنت، لا تنسى بالأسانسير بسرعة. أوام بسيطة يا ولاد عزمي، بسيطة. إذا ما بمشيكن على بين ما بيكون اسمي يسرى. ماشي الحال. إجيت ابن عمي؟ إيه جيت. يسرى أم الوقت دلية وين نحط الفرش؟ أوه بسرعة تهرب تهرب يا شو تهرب. يلا بدنا هم يا شباب، ظرف ربع ساعة بدي كل شيء محله. ها أبو صبحي أنا زعلان مني، ما والله قلت له للأولاد الفرش الجديد وما بده تنجيد، حتى أسألهم ها، بس هن أصروا. زعلان مني ما؟ لك ماني زعلان يا ابو اياد، ماني زعلان. يعني اطمن ما راح يصير لي شيء. لك شو بيصير لك؟ عن شو عم تحكي انت؟ الست شكريه ما حتشتكيني لسيادته. مين جاب سيرته؟ ما راح تشتكي. اكيد ابو صبحي. لك اكيد ابو اياد اكيد، انت هالمره ما لك ذنب، الذنب ذنب الاولاد. بعدين يا منظور انت كيف بترد علي هون ها؟ هن قالوا حابين يعملوا لك اياها مفاجأة. تحرك اشوف، جيبوا بيت اغراض. يلا شوف حراس، تحرك يا بسيطة. وينك والله ابو اياد؟ بدي بقيت الغراض اوام بانظر هوا مثل الريح، انا بذات نفسي حانزل وشيل محقول. يلا سلام عليكم. الله يوفقك روح. شبت لك عزمي؟ قلت لك الا ما يكونوا قروا الورام، انا الحق علي اللي ما حرقته لكم. اعطوني منين بدي اقروا الورام؟ اذا واحد مربوط وواحد نايم، بس هنين حبوا سبقوا علينا. سامع؟ سامع عزمي شو عم يعملوا؟ معليش هلا بخلص ترتيب الدخان وبطلع بسكتهم. خلص عزومتي اتركني يا عمي اللي بدنا، المهم نسوي انا وحدنا. يا سورة عزومة السورة عزومة. وليه؟ وحك تفتحها، مين ما يجي يجي، ما بتفتحها. ما راح افتح، بس منها برن هيك لحظة لا اشوف. ما بتفتح لهم، ما بتفتح لهم، ما بتفتح. بس ملفوف في خطر للسورة، بس ملفوف في خطر. تعال لهون ما في خطر، عود عم قلنا كلام. لك يعني بس بعيد الشر، بعيد الشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعال عنا هون بقى عودها. لك يا ملك سمعاني عم يخبطوا على الباب، لو بيكسروه. عود يكسروا يخبطوا يكسروا. لك بس بنطلع بالعين الساحرة ليكون شكريا صلى شيء. شو بده يصير له يعني؟ بعيد الشر، لا تفتح عزومتي، انا قلبي نازني. يا شوفتي تعي نفتح عزومتي، لا تفتح، عوصلت الامل التم.
منطلق إذا حدا ما بنعرفه ما بنفتح له ونرجع له الرأسر. راح يكسروا الباب لك يا سيدي بقلبي عفور. لك يكسروا عزومتي. لك الله يوفقك. لك حطقني. قال تجوزنا للستر. رز الله يا نصيحة. شوفي يا برسولتك. أمن يا أختي أمن. عزمي يا شرطي كم لقيت. ملعيني ملعيني ملعيني.